بعد أن اكتسح وباء كورونا العراق، الأمر الذي دعا إلى الاحتياج الماس لردهات عزل للمصابين بفيروس كوفيد 19، فسارعت ملاكات قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية بأعمال متواصلة وجهود استثنائية لإغاثة المصابين بإنشاء مبانية في مختلف محافظات العراق. موضوع إنشاء الردهة المنفصلة موضوع مو سهل، يعني الصعوبة تكمن بتهيئة المجموعة الصحية لكل مريض. هذا الموضوع يحتاج لوقت كبير باعتبار البنى التحتية لإنشاء هذه المجموعة الصحية، باعتبار المساحة الموجودة وصغر المساحة، خلانا يعني نتأخر بإنشائها وتسليمها للمستشفى، ولكن إن شاء الله الكوادر الموجودة بقسم الصيانة الهندسية كل الصعوبات تجاوزتها، والحمد لله قدرنا بالوقت اللي احنا مقررين انه تنشأ نشأت الحمد لله. الردهة الخامسة في العاصمة بغداد وفي فترة وجيزة وصلت إلى مراحل متقدمة قاربت 80%، إذ أن العمل وفق المخططات الموضوعة يفوق عمل الردهات الاحتيادية بسبب إنشاء ردهات بنظام سويت ونظام تهوية خاص، إضافة إلى الأعمال المتعارف عليها. تستمر الإنجاز بمستشفى بيانات الحياة الخامسة في محافظة بغداد، حيث أنجزنا تقطيع الغرف والهيكل الكامل 100% إن شاء الله. نحن الآن بأعمال إنهاءات للغرف والصحيات وأعمال البنى التحتية وإكساء الممرات. عندنا إن شاء الله الأيام القادمة انسياج الخارجي الرئيسي للبناية وأعمال تغليف الواجهة. العمل هنا كان إشراف قسم الصيانة الهندسية وعمل كافة الشعب والوحدات، وحدة الأعمال المدنية، وحدة الأعمال الكهربائية، الأعمال الميكانيكية، وحدة السمكرة، السباكة وباقي الوحدات جميعا. ردهة الحياة الخامسة هي واحدة من بين 3 بنايات للحياة ومكملة لأربعة ردهات سبقتها، كانت قد شرعت كوادر العتبة المقدسة الفنية والهندسية بتنفيذها، متحدين الظروف المحيطة من ارتفاع درجات الحرارة وقرب تواجدهم من المصابين.